السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح يوم جديد تشرق شمسه بالأمل والتفاؤل، فلنبدأ صباحنا بابتسامة أمل. صبحكم الله بالخير مشاهدين ومستمعين الصباح رباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير. أصبحكم بكل خير وبابتسامة. أذكركم أن اليوم الخميس، الخميس يعني حماس وخطط لنهاية أسبوع كلها متعة وفايدة. إن شاء الله تقضون مع أهلكم أحلى الأوقات، وخصوصا بعد يعني دعاء اليوم الويكند، يعني الخميس والجمعة راحة حق الطلاب، يعني بعد أسبوع، ونتمنى لهم يعني عطلة أسبوع جميلة. ولا تنسين الأجواء نيلة، الأجواء كلها تحمس الواحد إنه يطلع، يعني مناطق مفتوحة خلاص الجو بدأ يصير حلو، فيعني الأجواء تساعد إن إحنا نقضي أوقاتنا في مثلا أماكن مفتوحة، من الحدائق، من البحر، من البر، يعني أماكن كلها الجو يساعد إن إحنا فعلا نقضي إجازتنا مع الأهل في متعة إن شاء الله. مشاهدينا، تأثر الطلاب دراسيا وضعف في نتائج تحصيلهم العلمي يرجع لعدة أسباب، ومن أهم هاي الأسباب المشاكل الأسرية وما ينتج عنها من انعكاسات نفسية سلبية عند الأولاد. عن هاي الموضوع بنتكلم فيه مع أميرة الإسحاق في فقرة الصحة النفسية. وأيضا من مواضيعنا اليوم اللي بنتناولها عودة الحجاج والحفاظ على الأجر في فقرة قيم مع الأستاذة شيخة المفتاح. وفي حلقتنا اليوم العديد من الأخبار والمواضيع المتنوعة، والحين خلونا نبدأ أنشطة قطر لليوم. وصلنا أعزائي إلى أبرز عناوين الصحف واللي بنتناولها في أول عناويننا في الشرق. قانون لتنظيم دور الحضانة وتوفيق أوضاعها خلال 6 شهور، قرر مجلس الوزراء أمس اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دور الحضانة، وذلك بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى بشأنه. وبمقتضى مشروع القانون تتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وتصنيفها. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بشروط وإجراءات الترخيص لدور الحضانة. عندنا أيضا في الشرق خبر ثاني، خطوط مترو تحت الأرض لربط 100 محطة بالدوحة. علمت الشرق أن هناك تغييرا لبعض الخطط لمشروع الريل، منها أن 80% من خطوط المترو ستكون تحت الأرض، إلى جانب تحديد الهوية المعمارية للمشروع بحيث تكون وطنية إسلامية عربية. وستكون هناك محطات للمتحف الوطني يمر تحت الأرض باتجاه الخليج الغربي وكتارا ولوسيل، أما المسار الثاني سيمر للمدينة التعليمية مرورا بمشيرب والريان، وستكون هناك محطات في الوكرة والخور، وستكون جميع ملاعب كأس العالم 2022 متصلة بشبكة المترو، وذلك من أجل تسهيل نقل المشجعين من وإلى الملاعب في أوقات قياسية. أخبار رائعة بصراحة. وحين من جريدة الراية في الصفحة الأولى، خطة لرفع الأداء الأكاديمي للطلاب. اعتمدت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم خطة إجرائية لرفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب للعام الأكاديمي 2013-2014، تتضمن المجالات الأساسية التي يجب أن تتمحور حولها إجراءات المدارس في رفع مستوى الطلاب في جميع المواد.
وأكدت الهيئة في تعميم وجهته لأصحاب تراخيص المدارس المستقلة أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الإجرائية وتقديم الدعم والمشورة في مرحلة التنفيذ. وبعد خبر ثاني في الراية، افتتاح مركز الطوارئ في سيلين اليوم. تفتتح مؤسسة حمد الطبية اليوم مركز الطوارئ والإسعاف في منطقة سيلين بمناسبة موسم التخييم وعطلة الربيع، وسيقدم المركز خدماته للجمهور والرواد منطقة سيلين حتى انتهاء الموسم. ويضم مركز الطوارئ والإسعاف عيادة طبية مجهزة تستقبل الحالات المرضية وتقوم بإجراء الإسعافات الأولية لمصابين الحوادث. يعني دعاء، هاي الخبر حلو إنه يفتتحون مركز طوارئ في سيلين، وخصوصا يعني الحين موسم التخييم هناك يعني يكونون كثير الناس موجودين. الحلو إنه صاروا في الفترة الأخيرة العديد من الخدمات صارت هناك، يعني قبل ما كان في غير المحلات الصغيرة إحنا نسميها الدكاكين. الحين صار في فرع للميرة هناك قريب من منتجع سيلين، فالواحد يعني صار ما يفكر انا ايش بشيل معاي ولا ايش. يعني انا شخصيا لما كنت اروح المنتجع كنت اشيل معاي يعني مؤونة شهر، فالحين صرت ما افكر ولا حاتي لان الحمد لله الخدمات صارت متوفرة هناك. الله يعطيهم العافية. عندنا هاي كانت اخبارك كلها اللي في الراية نيلة. عندنا في العرب خبرين، 40 أداة تعليمية بمؤتمر الابتكار في التعليم. ينطلق مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز يوم 29 أكتوبر في الدوحة بالتزامن مع تنظيم سلسلة من النشاطات في إطار برنامج بلاي الذي يعرض الدور المتنامي للتعليم القائم على الألعاب في كافة مراحل الحياة. ودعا مؤتمر وايز المجتمع المحلي في قطر للاستفادة مجانا من أكثر من 40 أداة تعليمية قائمة على الألعاب من مختلف أنحاء العالم من خلال جهاز بلاي 160 ضمن المدينة التعليمية، وسيكون بمقدور الجمهور تجربة هذه المجموعة الفريدة من الأدوات التعليمية سهلة الاستخدام للقرن 21 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمر وايز. ثاني خبر عندنا، 40 شركة بمعرض قطر للتخييم. انطلقت أمس فعاليات معرض قطر للتخييم 2013 وذلك بمركز الدوحة للمعارض، ويستمر لمدة 3 أيام برعاية مؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية ووزارة البيئة، وبمشاركة 40 شركة من أشهر العلامات التجارية في صناعة المخيمات وكافة مستلزمات التخييم واحتياجات المخيمين من أدوات ووسائل مبتكرة للتخييم والرحلات الصحراوية سعياً لتنشيط هذا النوع من السياحة. هاي بالنسبة للعرب. للعرب، وأنا الحين عندي جريدة الوطن خبرين. الخبر الأول، صلتك تطلق مسابقة التحدي لتطبيقات الجوال. أطلقت مؤسسة صلتك بالتعاون مع معهد الابتكار التطبيقي المسابقة العربية الأولى لتطبيقات الجوال، وذلك في إطار ما يشهده العالم العربي من تغيرات سريعة تغذيها مطالب الشباب والمتمثلة بتأمين فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة أمامهم. وتتبارى في هذه المسابقة فرق شبابية من 5 دول عربية، يضم كل منها 6 أعضاء على الأكثر تحت 35 سنة من العمر على تطوير تطبيقات للجوال تلبي احتياجات أساسية في قطاعات التعليم أو الصحة أو الترفيه أو التوظيف والريادة. خبر آخر من الوطن، الكهرباء تفعل نظام الترسيم الإلكتروني. نجحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في تفعيل نظام الترسيم الإلكتروني لخدمتي الكهرباء والماء، وذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها والسعي نحو التحسين المستمر لخدمة عملائها وزيادة رضا المشتركين. هاي كانت كل الأخبار في الصحف اليوم. والحين دعاء نفس يعني كل مرة طبعاً يكون عندنا تقارير حق المشاهدين. طبعا من تقاريرنا عندنا، طبعا طالبات جامعة جورج تاون في قطر أقاموا مساء أمس سوق خيري لمساندة مرضى سرطان الثدي. السوق الخيري في هاي التقرير. هذا معرض خيري للتوعية بسرطان الثدي،
وهي عبارة عن مبادرة طلاب جامعة جورج تاون. حبينا ننشر الوعي للشباب ومجتمع قطر عن هذا الموضوع، لأن هاي موضوع وايد مهم، وفي وايد بنات يعني يعانون بهذه المشكلة بس ما يعرفون إنه لازم يروحون يتشيكون مع الدكتور كل شهر كل 6 أشهر، وهاي مشكلة كبيرة عندنا، فحبينا إن نوعي الناس بهذا الشيء. وعندنا معلومات في كل مكان، ونعطي لكل زباين اللي يجون يتطوعون بأغراضهم نعطيهم معلومات عن المرض. الأغراض اللي معروضة من بنات قطريات، يعني عندهم شركات صغار، ومثلاً عبي ولا أكواب ولا مثلاً ريشة ولا تيشيرتات، في يعني كثير من الأشياء هم تبرعوا فيها بأسعار رمزية، وحتى هم يقللون الأسعار عشان أكثر الناس يشترون، وإن شاء الله يعني نحصل على كثير من التبرعات. حتروح حق جمعية قطر للسرطان الخيرية، وكل التبرعات يعني 100% كل شيء بيروح لهم من الأغراض الموجودة هنا. وجامعات كثير يجون، من جامعة نورث وسترن، كارنيجي ميلون، ومن جامعة قطر أكيد، وفيش كثير إقبال منهم. يعني السنة اللي قبلها في المعرض حصلنا تقريبا 40,000 ريال. جميلة مثل هذه المعارض اللي تقام يكون هدفها إنساني، يعني مساندة مرضى السرطان، أو يعني حتى المعارض اللي أقيمت قبل يعني اللي هي مساندة خلينا نقول إخواننا في سوريا وإخواننا في بورما. يعني حلو أن إحنا نكون الجانب الإنساني عندنا دائما الواحد حاضر في باله، دائما الواحد يحاول يذكر فيه ويعمل احتسابا للأجر، وقوفا مع إخواننا، مساندة لغيرنا اللي محتاجين في الدول الثانية. والحلو يعني حتى هناك مشاركات من الطالبات نفسهم اللي موجودين في الجامعات، ونفس ما ذكرت يعني أحد الطالبات أن هناك حضور، يعني حضور من جميع الجامعات. هي قالت إنه إحنا نوعيهم، نوعي الناس يعني بهاي المرض، ويعني ففي توعية، في مساندة للمرضى، أكيد أنهم أكيد يفهمون الناس اللي يعني يحضرون مثل هاي المعرض أنه شلون نوقف إذا كان عندنا أحد في العيلة من المصابين، شلون نوقف معاه، شلون نسانده. فيعني جميل مثل هاي الإحساس، الله يعطيهم العافية عليه. آمين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. والحين مشاهدينا مثل كل خميس محطة نقلنا المباشر تكون من جامعة قطر لتغطية جميع فعالياتها وانشطتها. في نقلنا المباشر اليوم محاكاة جامعة الدول العربية، نتعرف أكثر على هالموضوع معنا زميلنا صباح الكواري. صباح الخير. صباح. نصبح عليكم في الخير في الاستديو، وايضا نصبح على جميع مشاهدين قناة الريان الفضائية. طبعا نفس ما عودناكم احنا متواجدين مع نهاية كل اسبوع من جامعة قطر، هذه الجامعة اللي طبعا تمد دولة قطر بالعديد من الخريجين اللي دائما ما يكونون اضافة لسوق العمل. اليوم عندنا موضوع مميز يتكلم عن محاكاة لجامعة الدول العربية، كيف طريقة هذه المحاكاة، كلها المواضيع وكلها الاسئلة ان شاء الله راح نتكلم فيها مع الخريج مشعل المير. في البداية نرحب فيك أخوي مشعل، رئيس لجنة الجلسات وعضو رابطة خريجين شؤون الدولية بجامعة قطر. في البداية مشعل، ودنا تحدثنا عن فكرة، وتعرف أيضا المشاهدين عن فكرة محاكاة جامعة الدول العربية. أول شيء نصبح لك أخ صباح، ونصبح على جميع المشاهدين، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عن تمام محاكاة جامعة الدول العربية، هي عبارة عن مثلا نفس تقدر تقول كتمثيلية عن جامعة الدول العربية، شلون وضع الجلسات في داخل جامعة الدول العربية. زين، فاحنا اخترنا ان مثلا يكون مثلا عدد من الطلاب راح يمثلون الدول العربية اللي تكون في الجامعة، وراح يكون فيها 3 جلسات، راح تكون نفس النظام، تقريبا نفس النظام جامعة الدول العربية. فراح يكون في نفس المناوشات، نفس اقتراح المواضيع، تتكلم عن المواضيع المهمة في الوطن العربي خاصة. وأكثر شيء احنا ركزنا في المحاكاة هتكون يعني اخترنا مصطلح نهضة، كان عن المصطلح الأساسي للمحاكاة، وراح يكون المؤتمر أكثر شيء محاكاة، راح يكون مواضيعها أكثر شيء عن التنمية البشرية.
نعم. يمكن مشعل لو تحدثنا أكثر عن المواضيع اللي راح تكون في هذه المحاكاة، يعني تحدثنا عن المواضيع وأيضا عن طريقة اختيار المواضيع والأشخاص اللي راح يشاركون فيها إن شاء الله. إن شاء الله. المواضيع اللي احنا اخترناها، احنا اخترنا مواضيع تربوية تعليمية تخص التنمية البشرية خاصة. احنا ما اخترنا مثلا موضوع سياسي بحت يكون موضوع أساسي في المؤتمر، لأن تعرف الوضع السياسي خاصة ممكن يتغير في أي لحظة، فممكن احنا نختار موضوع اللي يجي وقت المؤتمر يتغير الوضع السياسي فيه، فاحنا اخترنا موضوع يهم الوطن العربي خاصة في خلال السنين الجاية. يمكن انت تكلمت الموضوع قلت نهضة، هل ممكن بعض المواضيع تكون نهضوية تنموية تطويرية لجميع البلدان العربية ايضا؟ شيء اكيد، احنا اخترنا ثلاث مواضيع تخص التنمية البشرية. الموضوع الاول يتكلم عن الفقر، والموضوع الثاني عن التعليم الابتدائي، ان عدد كبير من الاطفال ما يحصلون التعليم الابتدائي اللائق في كثير من البلدان وفي بعضها من البلدان العربيه. واهم شيء اخذنا بعد موضوع البيئه، طبعا البيئه تخص بالتنميه البشريه، اذا كانت البيئه صحيه البيئه زينه فراح تكون فيها تنميه بشريه للناس جميعا. جميل، لكن لو تحدثنا عن هدف هذه المحاكاة، يعني أنت قلت لي راح تكون نموذج مصغر لاجتماعات جامعة الدول العربية اللي تصير عادة في جامعة الدول العربية اللي في مقرها في القاهرة، هدف هذه المحاكاة الموجودة عندنا في قطر؟ احنا الهدف منها أول شيء الهدف أنه شلون نعلم الطالب أنه يكون صانع قرار بينه وبين نفسه، وأن تكون مثلا أن نعرف الطلاب على ما هي على موضوع التنمية البشرية، شنو هي موضوع التنمية البشرية بشكل عام يعني من خلال المؤتمر نفسه. وهاي فرصة يعني أن الشباب وخاصة الطلاب أنهم يتعرفون أكثر على طريقة عمل جامعة الدول العربية وعلى دول جامعة الدول العربية، ويعني هاي فرصة جميلة لنا إحنا بعد كخريجين إحنا ننظم هالشيء كخبرة لنا، أن مثلا إحنا خلصنا دراستنا الجامعية ما وإحنا قعدنا في البيت ولا كل واحد في شغله وخلاص، ففي يعني في أشياء ممكن الخريج يسويها عقب التخرج يفيد نفسه ويفيد الجامعة ويفيد الطلاب اللي الحين قاعد يدرسون في الجامعة، وأيضا يفيد المجتمع نفسه. هذا جزء من رد الدين لدولة قطر من خلال المساهمة في هذه في تنظيم هذا النوع من الفعاليات. لكن لو تحدثنا عن المشاركين، هل راح يكونوا من الطلاب نفسهم أم يعني مدعوين من خارج جامعة قطر؟ لا، الطلاب المشاركين راح يكونون طلاب جامعة قطر، واحنا ما اخترنا طلاب مثلا اللي يكونون من قسم الشؤون الدولية خاصة، يعني مثلا تعرف ان في طلاب مثلا يكونون متخصصات ثانية يعني له اهتمام بالسياسة بس ما درس الشؤون الدولية، فاحنا فتحنا المجال لجميع التخصصات لجميع الطلاب انه يدخلون ويشاركون في هذا المؤتمر، والحمد لله يعني جانا عدد كبير من الطلاب، وصلنا تقريبا لعدد 110. زين، لو تحدثنا عن كيفية التحضير بين الأفراد يعني قبل المحاكاة اللي راح تكون طريقتها، وأيضا وقت المحاكاة اللي راح تكون المؤتمر إن شاء الله. إن شاء الله. في البداية احنا بدينا يمكن تحضير لهذا المؤتمر تقريبا من أكثر من 3-4 أسابيع كتحضير أساسي يعني، بس إن الفكرة كل شيء موجودين من شهور تقريبا. ما قبل المؤتمر احنا طبعا عملنا ورشتين عمل. الورشه الاولى تكلمت عن الجامعه العربيه نشاتها، شنو هي الجامعه العربيه، وجبنا الدكتور عدنان هياجنا دكتور في قسم الشؤون الدوليه تكلم عن هالموضوع. الورشه الثانيه كانت يوم الاثنين اللي فات، كانت ورشه ثانيه كانت تتكلم عن اليه الجلسات في جامعه الدول العربيه، كيف هي نظام الجلسات، نظام التصويت في جامعه الدول العربيه. وجبنا بعد هاي تكلم عن الآلية، تكلم الدكتور العربي الصديقي بعد دكتور في قسم الشؤون الدولية، واحنا طالبين من الطلبة انه يعملون ملف ابحاث، فجبنا الاخ مجد من قسم الابحاث في جامعة قطر شرح للطلاب كيفية عمل البحث العلمي، كيفية عمل البحث العلمي بشكل مبسط وجميل، والطلبة يعني تفاعلوا بطريقة جميلة يعني في خلال هالورشة. وإن شاء الله في الأيام القادمة بعد راح تكون في محاضرة راح تكون اختيارية مو إجبارية، وما راح تختص باللي راح يكونون في المؤتمر بس، راح يكونون الناس حتى من برا المؤتمر يجون ويحضرون هالمحاضرة. المحاضرة راح تتكلم أكثر شيء عن هالفعالية نفسها، شلون إحنا نقوم بالفعالية.
احنا نقدر لكم هذا العمل الكبير والجبار اللي يكون منكم. احنا نشكرك مشعل مير رئيس لجنة الجلسات وعضو رابطة خريجين شؤون دولية بجامعة قطر، شكرا على حضورك معنا في برنامج صباح رباح، وان شاء الله تكون لنا استضافة لكم في المؤتمر نفسه ان شاء الله بعد كم يوم. والله ان شاء الله، واحنا شرفنا ان تواجدكم، وان شاء الله نكون عند حسن الظن الطلاب والمنظمين كلهم، ان شاء الله ما يقصرون. قواك الله، قواك الله اخوي مشعل. طبعا نفس ما شاهدتوا هذا المؤتمر، هذه المحاكاه اللي راح تكون ان شاء الله في تاريخ 22 و 23 نوفمبر في الشهر القادم. نتمنى لهم التوفيق، ونفس ما قال اخوي مشعل هذه نوع من الخبره وتهيئه الطلاب للعمل المستقبلي في هذا المجال. احنا نشكره ايضا ونرجع الكلمه عندكم في الاستديو. يعطيك العافيه صباح، ونشكر ضيفك، وان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي في موضوع ثاني. يعطيهم العافية. الجامعة فعلا هم يحاولون أن الواحد بعد ما يتخرج ما ينقطع من الجامعة، في كثير من الأنشطة اللي ممكن أن خريجين جامعة قطر أنهم يرجعون ويكملون. يعني في شيء عندهم اسمه مركز التعليم المستمر، أو مركز يعني مركز التعليم المستمر. هاي الخريج بعد ما يعني سواء كان طالب أو خريج بإمكانه أنه هو يروح ويقدم على الكورسات اللي مطروحة عندهم، سواء كانت إنجليزي أو مختلف الكورسات. يعني هاي شيء من الأشياء اللي مقدمة للطلبة، بالإضافة إلى شيء يسوونه هم اسمه حفل لم الشمل، يسوونه مرة في السنة. هاي الحفل ترسل دعوة بالإيميل إلى كل طلاب جامعة قطر والخريجين، إن اللي حاب يرجع ويسترجع ذكرياته مع الدكاترة والخريجين وكذا يروح يحتفل معاهم في هاي الحفل. هو يوم في السنة ويكون الإعداد له يعني من قبل بمدة، يعني شيء مستوى رائع صراحة. فيعطيهم العافية، وأيام الجامعة حلوة ما ننساها. أعزائي بعد الفاصل الحفاظ على الأجر والثواب بعد أداء فريضة الحج، تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا. انتهى حجاجنا من قضاء مناسك الحج، وبدت وفود الحجاج في العودة من الأراضي المقدسة. وبعد هذه الأيام الفضيلة، وبعد أن يعود الإنسان بلا ذنوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أصبحت المسؤولية أكبر على هذا الحاج في الحفاظ على هذا الثواب والأجر والابتعاد عن كل ما يمكن أن يأثر في صحيفته. للحديث عن هاي الموضوع معنا الأستاذة شيخة المفتاح. هلا فيك أستاذة. حياكم الله. تقبل الله طاعتكم. وين منه منكم إن شاء الله. أستاذة، يعني هل كل حاج يرجع
يعود كيوم ولدتها أمها، أم في شروط يعني بحيث أنه هو يعني يرجع صحيفته بيضة ويكون كل ذنوبه مغفورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من منبر قناة الريان يعني أقول حق ضيوف الرحمن يعني حج مقبول إن شاء الله وذنب مغفور وسعي مشكور تقبل الله إن شاء الله طاعتهم. طبعا بالنسبة للسؤال إنه يعني كل حاج يرجع كيوم ولدته أمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. يعني إذا كان هو ذهب إلى الحج بنية خالصة لله سبحانه وتعالى وكانت نفقته يعني من حلال وحرص على ألا يأتي بذنب، يعني راح مقبل على الله سبحانه وتعالى، بكى على ذنبه، عزم على عدم العودة إلى الذنوب اللي كانت معاه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود كيوم ولدته أمه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن هذه قد يكون بالنسبة للذنوب، لكن حقوق العباد الحقوق الكبرى هذه لا تذهب عنه. يعني واحد مثلا أخذ مال الآخرين أو اغتصب أرضا أو يعني سفك دما، هذه حقوق العباد. ما أعتقد لا تذهب بهذه الأمور. شيخة هاي الأشياء لازم قبل لا يروح الحج يكون يرجع حق كل أيوة. ذي حق حقه و... أيوة. وبعدين يتوكل على الله ويروح الحج. لكن فرضي إنه هو ذهب ولم يعني ذهب إلى الحج ولم يؤدي هذه الحقوق، فعليه أن يعني يرجع كل حق لأصحابه، وبذلك إن شاء الله تكون صحيفة عمله يعني صحيفته بيضة كما الله يتقبل من الجميع. إن شاء الله يتقبل من الجميع. أستاذ أنت ذكرتي أن تكون صحيفته يعني بيضة، شلون يقدر الشخص يعني يحافظ على صحيفته بدون يعني أنه يسوي أي ذنب؟ إن شاء الله يعني يحافظ أن صحيفته ما تكون فيها سيئات وتكون خالية من الذنوب. طبعا يزيد في الطاعات، يزيد في العمل الصالح، يتبع الحسنات، يعني هاي دليل على قبول الحج ان الانسان يعمل الحسنات باستمرار، يعني يبعث له عن صحبه صالحه تعين على طاعه الله سبحانه وتعالى، يبتدي صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى، يبتدي يتخلص من الاخلاقيات اللي كانت عنده مثلا مو بزينه، يبتدي في العمل عمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يتلمس الأجر والثواب في كل عمل. هو أهم يعني شيء صح اللي يكون بينه وبين نفسه. نعم. أنه يعني أفتح صفحة جديدة مع نفسي. نعم. وأعتقد هاي الشيء يكون من يوم عرفة أو من قبل ولا؟ والله هاي المفترض أن هاي الاستعداد النفسي هاي من قبل ما يروح، وعقب ما يروح هناك تعرفين وقف في عرفات بكى على ذنوبه، أطاف ووقف في المزدلفة، طاف وسعى، يعني عنده حرقة على كل ما بدر منه، ندم على ما مضى، العزم على بداية صفحة جديدة. هذه الأشياء إن شاء الله بتعين على طاعة الله سبحانه وتعالى عقب ما يرجع ويستمر. طبعا سيأتي له يعني الأعداء الأربع، سيأتي له الشيطان يضيع عليه، سيأتي له الرفقة السيئة، سيأتي له الهوى، يعني فيحتاج إلى مجاهدة للنفس، يحتاج إلى مجاهدة وتصبيرها على الطاعة وتصبيرها على عدم المعصية وتصبيرها وتثبيتها حتى على الطاعة اللي فيها اختيار، يعني الطاعات التي تقرب من الله، الاكثار من النوافل وأكثر وأكثر، بحيث أنه يعني يبقى على هذه الصلة الجميلة اللي كانت بينه وبين الله. يعني في الحج تلقينا إنسان عجيب، يحافظ على الصلاة في أول وقتها، يقرأ القرآن، ذكر وطاعة، قيام الليل، يعني تحسين الصدقات واليد يعني المبذولة، ويعني تجدين إنسان آخر. فلما إن شاء الله يعني لما يحافظ على هالصورة اللي كانت يعني بالحالة ذي اللي كانت فيه مكة، إذا استمر عليها إن شاء الله تصافح الملائكة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني إن شاء الله بإذن الله يكون يعني صلى الله له القبول يعني. آمين. أستاذة شيخة، في عودة الناس أو عند عودة الحجاج نستقبلهم ونبتدي الناس أن يثنون عليهم ويعني حج مبرور وذنب مغفور وتقبل الله وتعبتوا الله يعطيكم العافية وكذا، يبتدي بعض الحجاج يحس بالعجب أنه يفتخرون بالشيء اللي سووه، فهل هاي الإحساس يذهب الأجر اللي اكتسبوه؟ يعني تشوفي مثل ما قلت مساء، إذا كان هو رايح الحج بنية خالصة ومقبل على الله سبحانه وتعالى وأدى الحج على أتم وجه ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورجع يعني كيوم ولدته أمه، هذا الأمر الثناء لن يعني لن ينقص من أجر حجته، وهذا الثناء جاء بعد. فإذا كان هو عمل خالص لله سبحانه وتعالى لن ينظر إلى ثناء الناس، إلى مدحهم أو ذمهم، لأنه هو مقبل على الله سبحانه وتعالى وأدى عمل على أتم وجه. فإذا يعني إذا كان عمله هذه يعني يعجبه، فهذه يعني في رياء، والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا. يعني رجل يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول رجل يعني يبغي الأجر ويبي الثناء، قال لا شيء له، يعني هو يبقي رايح الحج وراجع عشان يقولون للناس، هذه لا شيء له.
أما ثناء الناس ومدح الناس للإنسان وأداه وأخلص فيه لله سبحانه وتعالى ومدحه الناس، فإن شاء الله هذه لا يعني لا ينقص من أجر شيء، بالعكس يا حبيبنا يقول تلقى بشرى عاجل المؤمن، لأن أنا رايحة أصلا مقبل على الله لم أنظر ولم يعني أفكر في مدح الناس أو ثنائهم. ثناء الناس تعتبر بشرى عاجلة، لكن إيوة أفرضي أن أنا مثلا عملت العمل وأديت على التموج وكان في إخلاص لله سبحانه وتعالى ولم أنظر إلى أي جانب آخر، وبعدين الناس مثلا مدحوا، هذا لا يمنع، هذا بالعكس تلك عاجل بشرى، دليل على أن الله تقبل منه هذا العمل، بس ما يخليني أطغى ويصين العجب ويصدني الغرور وأقول أنا والله كذا أنا كذا، لا، يعني يكون النوى أولا رايح لله متجرد من كل شيء، ثم لما رجع أثنوا عليه الناس مثل ما قلت لك، لا يهم يعني ما يهم مدحوه أو لم يمدحوه، لكن مثلا وصلنا الناس مدحوا يعني فرح لهذا الأمر، هذا لا يمنع، هذا تلك عاجل بشرى المؤمن مثل ما يكون دافع للشكر والحمد لرب العالمين ولا ينقص إن شاء الله من الأجر مثل إلا إذا مثل ما قلت لك دخل العجب والغرور والكبر على الناس والتعالي، هذا طبعا يبطل العمل لا شك. نعم أستاذة شيخة، يعني الحين عقب ما رجع الحاج من الحج، هل يسلك منهج التعامل مع الناس من جديد أو نفس تعامله قبلي؟ يعني هو لما يرجع من الحج يحاول أن يكون إنسان أفضل، والأفضل عاد هاي مقياس عند الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يجتهد ويجاهد نفسه، لكن طبعا سيعود إلى حياته الطبيعية، لكن يحاول أنه يتخلص من الأخلاقيات اللي السيئة، يحاول أن يحصل على الأخلاقيات الطيبة ويثبتها، يعني إذا كانت عنده قبل الحج أخلاقيات طيبة كرم وحب للناس وحب الخير هاي يثبت عليه، كانت عنده أخلاقيات شوية مبزينة يحاول أنه يتخلص منها، يبحث عن صحبة صالحة تعينه على طاعة الله، يعني لما في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى يقول حبيبنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، حبيبي يقول الحمد لله الذي جعل من أصحابي من يأمرني الله أن أصبر نفسي معهم، فالصحبة الصالحة تعين على طاعة الله، يعني إنسان أنا أحاول أن أنا أرجع إنسانة جديدة، بس جديدة في تصرفاتي في أخلاقياتي في سلوكي في منهج حياتي، شون عملي يعني عملي يمكن كنت ما أدي عدل ما أدي بإخلاص ما أدي بإتقان، أحاول أن أنا أسوي بإتقان وحاول أن أخلص فيه وأدي عملي على ما يرضي الله، لأن أنا أحاول أن مثل ما تقولين أبي صفحتي تظل بيضاء أبتعد عن الأخلاقيات السيئة، أحاول إن شاء الله أجدد في حياتي أجاهد نفسي، يعني شوفوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني محتاجين إلى جهاد شديد يعني عشان تقاومين كل الأعداء هذه اللي متربصين فيك، الفراق مثل ما قلنا النفس الأمارة بالسوء الأصدقاء اللي لا. قد يكونون ما يثبتون على الطاعة. يعطيك العافية أستاذة شيخة، والله يتقبل منك، وإن شاء الله نشوفك الأسبوع الجاي في موضوع ثاني إن شاء الله، تقبل الله منكم جميعا إن شاء الله. مشاهدينا، تأثر النتائج الدراسية عند الأطفال بسبب الخلافات الأسرية بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا. يتأثر الطالب بأدق التفاصيل اللي تجري من حوله واللي قد تنعكس سلبيا أو إيجابيا على نتائجه الدراسية، من هنا ضرورة أن يتنبه الأهل لكيفية توفير الجو المناسب داخل المنزل كي ينعم الأبناء بالسكينة والهدوء بعيد عن التوتر والخلافات. كيف يمكن للمشاكل الأسرية أن تأثر على النتائج الدراسية؟ موضوع جديد نناقشه مع الأستاذة أميرة الإسحاق اختصاصية نفسية. صباح الخير أستاذة. صباح النور، شلونك؟ الحمد لله. أستاذة، في البداية بنعرف يعني أهمية أن الأسرة توفر جو مناسب وملائم للطالب. يعني أنت عارفة الأسرة فيها مثلا أكثر من شخص بمراحل عمرية مختلفة، فهذيلا خصوصا أيام الامتحانات أو أيام الدراسة العادية والواجبات والامتحان الشهري يحتاجون إلى أجواء هادئة مهيئة في داخل المنزل علشان يقدرون يستوعبون، يعني
تشتت الانتباه، الذهن، هاي كلها يؤدي إلى عدم القدرة على استيعاب المواد اللي إحنا نبيهم يستوعبونها حتى يستطيعوا أن يعني يكون تحصيلهم دراسي بالشكل المطلوب. شنو هي أهم الشروط اللي لازم تتوفر حق كل طالب؟ يعني خلينا نقول ستاندرد، يعني شيء لازم يتوفر حق الكل. يعني مثلا أنا ما أقول يعني على حسب إمكانيات بعد الأسرة، يعني أنا ما أطالب الأسرة فوق طاقتها علشان تهيئ الأجواء المناسبة، لكن مثلا لما الطالب خاصة طلاب الثانوية العامة واللي مقبلين على مرحلة الجامعة، هذيلا يحتاجون إلى هدوء، يحتاجون إلى مكان مخصص لهم، خلاص إنهم ونس إنهم دخلوا هذا المكان يدرسون فيه، ما يتم فيه الإزعاج والفوضى والصراخ، أو ممكن يكون التلفاز عالي، موسيقى تلاقينها أحد الأبناء، لا، يكون فيه احترام، نوع من الاحترام، أنه مثلا أخوي أو ابني قاعد يدرس، أنا أحترم هذا الوقت في دراسته حتى يستطيع أن يستوعب. طبعا بيكون له ساعات معينة، فيحترمون هذه الساعات ويضبطون، يحاولون يضبطون نفسهم فيها. أستاذ، أنت ذكرتي خصوصا طالب لين يدرس، نبي نعرف شلون يعني المشاكل الأسرية تأثر على الطالب في جو الدراسي داخل البيت. في دراسات انعملت في القاهرة وجد أن استيعاب الطفل وتحصيله الدراسي تأثر كبير بالمشكلات الأسرية. طبعا وجدوا حتى أن استيعابه الذهني للمواد هو مش متخلف ولا متأخر، وما عنده مشكلات في التحصيل، ولكن قدرات الذهنية فيها نوع من التشويش. وجدوا أن نتيجة التفكك الأسري الطفل عموما في تكوينه لا يستطيع أن يفصل نفسه عن الأسرة في ذيك الأثناء، فيشعر بعدم الأمان وعدم الاستقرار. فأنت ما راح تقدرين تقولين أدرس وذاكر وعقله مشغول، ممكن أمي تطلع من البيت، أبوي ممكن يتركنا ويخليه، لما يصير الطلاق وين راح أعيش؟ عند أمي ولا أبوي؟ الطفل والله حتى وعمرها 4 سنوات يفكر بهذه الطريقة، ويتشتت الطفل، ويتشتت ويصبح عنده صعوبات. بتحطين له مدرسين، بتقعدين معه تدرسين، مهما عملتي هذه الأشياء أو الأب عملها، في هناك حاجز كبير عند الطفل، عدم القدرة على الشعور بالأمان والاستقرار. شعور ليش أنا بالذات، في سؤال أحياناً، ليش أنا بالذات أمي وأبوي انفصلوا، أو ليش أنا بالذات أمي وأبوي يتخانقون 24 ساعة في 24 ساعة، من أبتدي بفتح الدفتر؟ هاي السؤال دائماً يكون موجود حتى عندي، يعني مثلاً خلينا نقول مش شرط في المشاكل الأسرية، قد يكون طالب مثلاً ضئيل أو طالب، يعني هاي السؤال ليش أنا بالذات، هاي شلون الواحد ممكن يعالجه عند ما هو ليش أنا بالذات، هاي نرجع أول شيء يعني الرواسب اللي هي الأسرة. أنت ما تصلحين فرد بذاته، الفرد بذاته عمره القائم بذاته لا تكون اللي حوله اللي تكون بنائه الشخصي. فأنت عندك بناء شخصي، هذا كيف يتكون؟ عن طريق الأسرة. الأسرة نواة، يعني منظومة مهمة جدا لبناء المجتمع. ليش؟ لأن هي اللي تنتج بالأفراد. الأفراد هذول من وين يستقصون قيمهم وتقاليدهم، حتى علومهم وتعليمهم وتدريبهم على ثقافة المجتمع من خلال الأسرة. لما يكون فيها خلل الأسرة، توقعي تماماً أن البناء الشخصي راح يكون فيه خلل، وتعامله وتوافقه النفسي أيضاً راح يكون فيه خلل. طيب أستاذة، أنت ذكرتي من شوي أنه هاي الخلل اللي يكون إذا كان في الأسرة يؤثر على الدراسة، صحيح. لكن إلى أي مدى يمكن يؤثر على النتائج؟ هل ممكن يؤدي بالطالب إلى مثلاً الرسوب؟ نعم، يؤدي إلى الرسوب، نوع من السخط، نوع من الغضب، نوع من محاولة انتبهوا لي. يعني ممكن أحياناً، في مرة علينا أذكر حادثة، أن طفل وعمره تقريباً 10 سنوات، يعني مش مراهق مثلاً، 10 سنوات، هذا الطفل كان يقول حق أبوه أثناء صراخ، أنا بأدرس، أنا مو قادر أركز، ماما المعلمة يعني في هذا الوقت اللي يحاول ينبههم إلى أن رسب. فيعني هاي التأثيرات فعلاً يؤثر على التحصيل الدراسي. يعني المطالب من الأهل عمل هدنة، مش لأجلكم، لأجل الأبناء، هدنة لهاي الأطفال. يعني هاي الأطفال راح يكونون ضحاياكم أنتم، فيعني وهذا لن أمانة في أيديكم، الله سبحانه وتعالى سيحاسبكم عليهم، فبالتالي اعملوا هدنة، اجعلوا خلافاتكم الأسرية بعيد عنهم، في الوقت اللي يدرسون فيه خلوا الجو أسري مناسب، يجلس الأب، تجلس الأم، نساعدك في شيء، نساعدك في مادة معينة، يا بابا احنا موجودين عشانك، اشعروه بالأمان والاستقرار. خلافاتكم بينكم بين بعضكم، حتى ممكن تخرجون، يعني في هذا الوقت ممكن تطلعون يعني تتناقشون في خلافاتكم، ما في شيء ما في له حل، وما في شيء ما له
يجي بالصراخ، ما يجي بالصراخ أعرفه تماماً أن هذا يؤثر على الطالب، على الطالب اللي هو ابنكم في النهاية. نعم، شنو العوارض اللي يظهرها يعني خصوصاً الطالب في الصف، يعني اللي تشير حق المدرس أو حق زملائه أن هناك عنده مشكلة في البيت؟ طبعاً العند، الغضب، ممكن يضع سخطه على المدرس، ممكن سخطه على الطلاب، أحياناً ممكن يفتعل بعض الحركات كالسرقة، رفض عمل الواجبات أثناء الصف، السرحان مثلاً، السرحان، عدم رغبته في المذاكرة، انشغال بعد خلال شرح المدرس. وهذا هو التشتت انتباهه، هذا نوع من التشتت الانتباه. ليش؟ لأنه يفكر في أسرته، أي يعني إلى وين راح توصل أسرتي؟ هذا السؤال تأكدي تماماً، طفل عمره 3 سنوات أو عمره 17 سنة راح يسأل هذا السؤال. طيب والمدرس يعني شلون ممكن يتصرف في هاي الحالة إنه إذا كان عنده طالب من هاي الطلاب؟ طبعاً في يعني ما شاء الله مدارسنا الآن فيها الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي، فبالتالي هذا شوي شوية ممكن حتى يكونون عامل مساعد. ترى يا أولياء الأمور انتبهوا، ترى ابنكم بدأ يعمل بعض التصرفات ما كانت موجودة من قبل، وذلك مش من نتاج المدرسة. يعني عقب ما يعملون مثل التحقيق هل في من المدرسة المشكلة ولا من المنزل، يدعون الأم والأب حتى يورونهم أن المشكلة سوف تتفاقم بعد ذلك، أن المستوى بدأ ينزل. بس أنه تتوقعين أنه مجرد ما المدرس يحس أنه في تغير يلجأ للأخصائي، الأخصائي يلجأ للأهل يقول لهم أنه في تغير دايركت، أم أنه هما يعني أنا أتوقع أنه يبتدون في التواصل؟ هي تبتدي بالتدريج. يعني عارفة التحصيل الدراسي يعني ويصير في نوع من الضعف، هذا تدريج يكون، يعني تبتدي مرحلة دائما بالتدريج. للأسف أحياناً المعلمين، طبعاً يختلف من معلم إلى آخر، انتباهه للطالب هذا هذا طالب كان مستواه مثلاً عندي في التسعينيات وبدأ ينزل إلى 85، بعدين إلى 80، بعدين شوية شوية إلى 70. لا، هناك مشكلة، ممكن أنا وياها تواصل، فيك شيء، هل المادة عليك صعبة؟ وجود أيضاً عامل الصلة والثقة ما بين المعلم وبين الطالب، هاي وايد مهم أيضاً. هنا ذيك الساعة نشوف ممكن تدخل المعلم للطالب ذات نفسه. كثير من الطلبة في معلمين كانوا قدوة لهم فاستطاعوا أن ينشؤون ويتخطون المشاكل هذه. لكن أيضاً العاتق على الأسرة كبير. يعني ما ننكر أن الخلل الذي يقع على شخصية الطفل في الأسرة المتفككة أو الأسرة ذات الصراعات الداخلية والتي تكون موجودة وحاضرة أمام الطفل لها تأثير سلبي على الطفل. أستاذة، يعني أهمية وعي الأهل عشان دقة هاي الموضوع وأنهم يتفادون أي مشاكل أو نزاعات قدام عيالهم؟ يعني أنا أنبه الآباء، أنتوا تقعدون بالساعات تدرسون أطفالكم، ممكن تحطون مدرسين لتدريس أطفالكم، كل هذه الأمور نعم هي جيدة، ولكن لا تنسون أن هذه الأمور لا تنفع إذا كانت هناك صراعات داخلية ما استطعتم كأولياء أمور تحلونها بينكم بين بعضكم، ولكن جعلتوها أمام الأطفال. فاعملوا هدنة، تصالح مؤقت، حتى لو تصالح مؤقت، ناقشوا مشاكلكم بعيد عن الأطفال أو بعيد عن أجواء الأسرة المنزلية. يعني مثلا أنا عارف أن طفلي مثلا بيدرس الساعة 4 العصر، أي أتخانق 4 العصر مع الزوجة ما ينفع، لازم أختار وقت مناسب ولازم أختار مكان مناسب بعيد، مكان مناسب بعيد، بعيد عن الأطفال، حتى ما يسمعون مشاكلنا ولا يعرفون هي إيش المشاكل هذه اللي تدور. كثير في ناس يعني نماذج بصراحة كانت بينهم خلافات شديدة، ولكن كانوا يراعون أبنائهم أن هم ما عادوا هم شخصين لوحدهم. أول أنتوا كنتوا شخصين، الآن أنتوا مسؤولين عن أسرة ذات كيان، أنتوا مسؤولين عن تعليمهم كل العادات والتقاليد والأعراف وحتى التعليم. فإذا كنتوا غير مستعدين وغير مؤهلين، لا تفتكرون أن إعطاكم المادي أو وضع مدرسين أو أيا كان الأشياء اللي راح تعطونها راح تعوضهم شعورهم بالأمان. لأن أول ما يفقد الطفل شعورها بالأمان والاستقرار النفسي تبدأ عندها المشاكل الدراسية وغير الدراسية. طبعا الموضوع جدا مهم، وأتمنى إن شاء الله إنه يعني الآباء ينتبهون إلى هاي النقطة بالذات، إنهم يعني مشكلاتهم يناقشونها بعيد عن الأبناء في هدوء بطريقة حضارية خلينا نقول، والهدنة. يعني إذا ما قدرنا إحنا نتصالح في هذا الوقت أو نتناقش فيها، على الأقل هدنة، نسكت عن بعضنا بعض.
إلى أن تعدي مثلا المرحلة الدراسية هذه. يعني هي الهدنة قصدك أنه بالنسبة حق الأباء إلى أن تعدي مرحلة، يعني حتى الهدنة مهمة لهم هم عشان يعيدون التفكير أيضا في المشكلة المطروحة. أتمنى لكل الأسر أنها تكون أساسا أسر متماسكة وأسر بعيدة عن المشاكل، والله يعطيك العافية أستاذتي. أعزائي، مثل كل خميس فقرتنا الأخيرة جولة على إحدى المطاعم العالمية في قطر. زميلنا أحمد الشمري اختار لنا اليوم من المطبخ الإيراني مطعم هشت باهشت في سوق واقف. سوق واقف هو سوق تراثي قديم صار له أكثر من نصف قرن. تم تجديد سوق واقف سنة 2004 لكن لا زال يحتفظ على تراثه القديم. سوق واقف يتمتع بعدة مطاعم وكل مطعم يتكلم عن حضارة اللي هو جاي منها. لمحبين الأكلات الشهية والحضارات الجديدة والأماكن الفخمة حياكم معنا. السلام عليكم مستر محمد. وعليكم السلام. مرحبا بكم في هشت بهشت. Thank you. First thing, Mr. Muhammad, everyone hear the name, he asked about the meaning. Can you tell us about it? A very interesting meaning. It meant the Mani al Jinan, the palace of eight heavens. The architecture represents the Safavi period, which goes back to 450 years in Iran. Okay, can you tell us about the restaurant? Well, it would be a pleasure to give you a grand tour of Hasht Behesht. We firmly believe that this is an Iranian museum restaurant. It took almost 2 years. A group of professional artists from Iran for making all the mirrors, for all the mosaic and the tiles, all custom made and all handmade. Handmade? By a great passion and great love. This is our grand VIP room, and as you can see, it is a combination of very fine artistic work between the mirrors, piece by piece, and the custom-made chandeliers, to the drawing paintings, and all the murals in every one of these chambers has a meaning. So everything handmade? Yes, that's correct. Every one of them is installed piece by piece, which requires a great deal of patience. MashaAllah. And even the... It's very nice. Considering the design of the furnitures, they were custom designed according to that same period of time in the Iranian history. Even the plates were all custom designed and produced in Iran with the gold plated. It was all designed to put it together to make it one of a kind room. Now, Mr. Ahmed, I want to show you the upstairs, which we have two beautiful rooms. One is called Zarin, which means gold, capacity of 30 people. And the other one is Zomorod, which is emerald, capacity of 40 people. This is our beautiful room called Zomorod, Mr. Ahmed. Why name it Zomorod? And as you can see, bulk of the mural painting and the custom-made chandelier, everything is green. So we decided to call this Zomorod. And as you can see, there's a very nice harmony of the color that we have chosen for our furniture, creating that harmonious color coordination. And here are Zarin, which means a golden room. It has the yellow skirtings and the chandeliers, and that's why we chose it golden room. Mr. Ahmed, with all these beautiful design and architectural, we forgot that we are in a restaurant. Let's go check our kitchen. Now we are talking. Here is our head chef, Mr. Keshavarz, and his kitchen crew, who are working diligently to provide the best kind of Iranian food here in Doha. In the Iranian cooking, patience is very important. We use all fresh ingredients from fresh meat,
all the way to vegetables and fine herbs and spices that I import from Iran. Okay, Ms. Ahmed, we have gotten to the most important thing of today, to have you start to taste our food. I don't know from where I start. Mr. Mohammed, I had enough. Really thank you for this nice place and this delicious food. Thank you for time. It was a pleasure to me to visit this place. Thank you. I thank you. And it was a pleasure for Hash to Hash to have you and your team here. Thank you. مشاهدينا الكرام، كنتم معي في مطعم هاش بهاش، هالمطعم الإيراني اللي قدر يمزج بين الحضارة الإيرانية والفخامة والأكل اللذيذ. هذا رأيي بالمطعم، باقي عليكم الدور، زوروا هالمطعم وشوفوا أنتم برأيكم شلون هذا المطعم. موعد معكم إن شاء الله مع مطاعم ثانية وحضارات ثانية. مع السلامة. دعاء، شفنا يعني هاي التقرير مع زميلنا أحمد اللي كل أسبوع يروح مطعم ويراوينا كل أسبوع. الله يعطي العافية، أنا ما أدري كم كيلو زاد. طبعًا سوق واقف يعني قمة في المتعة، إنه أول شيء وأنتي ماشية تلاقين المطاعم تقريبًا من كل بلد أو من كل حضارة، تلاقين الإيراني من الشام، المصري، فيعني تلاقين حتى هناك بعد. دعاء بضيف لك إنه بعد هناك في أكلات شعبية طرية بالإضافة إلى الأكلات، ممكن يكون في الأشياء التذكارية، حتى لو يعني إحنا كقطريين ممكن إحنا نشتري حق لو عندنا صديقات مثلاً جايين أيوة زيارة، أو حتى زملائنا في العمل اللي بيسافرون نعطيهم بعض الأشياء التذكارية، إنه والله باكر لما تسافر بعد كم سنة يكون معاها هاي التحفة تذكرنا بالخير. بالإضافة إلى الأزياء، بالإضافة إلى العطور، يعني سوق واقف عبارة عن مكان يشمل كل شيء خاص خلينا نقول بتراثنا إحنا، بالإضافة إلى يعني الحضارات الثانية أو البلدان الثانية بالنسبة حق نقول الأكل والمطاعم. دعاء، خصوصا الحين الأجواء صارت حلوة، وطبعا الناس في هالأجواء يقدرون يجون ويقعدون في السوق واقف ويقضون وقتهم وعطلة نهاية الأسبوع، ولا ينسون قسم للطيور أهم شيء. أعزائي، كانت هاي حلقتنا لليوم، وبكل ما فيها من مواضيع وفقرات متنوعة من القيم والتربية والترفيه، نترككم على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل على خير، ونذكركم بالتواصل معنا عبر إيميل البرنامج الموجود على الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك والتويتر، وبإمكانكم متابعة هاي الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع قناة الريان الفضائية www.arayan.tv. بأمان الله.